ها أنا أمل في الأرض، فليكن لي بحسب الحكم. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. إخوتي الأحبة، رائع جدا أن نعيش اليوم مع العقرب. أولا عم نتأمل بعيد دخول إلى الهيكل، وثانيا بعيد بشارتها للملك جبرائيل أكيد، وبشارتها لأنه منها سيكون من أحشائها سيولد ابن الله الحي المسيح الموعود المخلص. إخوتي الأحبة، أكيد عيد دخول مريم العذراء إلى الهيكل قصة هالعيد منا موجودة بهذه النجيل اللي بنقريها اللي بين إيدينا اليوم. هي أكيد هالحدث هيدا ذكر بين الأناجيل المذكورة اللي ما تبنتها الكنيسة كأناجيل قانونية نعترف بها ونقرأها هي. إنما هالحدث اتخذ من الأناجيل والآباء القديسين كلهم من وقتها اللي من الجيل الثالث والرابع والخامس، خاصة القديسين العظيمين بروسيوس وإيريناوس يعني أمبواز وجيرون، هالقديسين ذكروا الحدث وأعطوا أهمية للتأمل بحياة إن مريم العذراء اللي ما مذكورة ولا نكفة بقلب الإنجيل هون. ليه أعطوا أهمية هالحدث؟ مهم جدا نعرف اخوتي انه العذراء مريم توصلت للجواب الرائع اللي عبدته اليوم بالانجيل واللي سمعناه كلنا. الجواب انا امل الرب فليكن لي بحسب قولك. هذا دليل انه العذراء مريم عشت وكرست ذاتها للرب وقت طويل واعطت ذاتها للهيكل، وفي قلب الهيكل حدثت أكيد الهيكل، وفي قلب الهيكل والأهم اللي عملته هي عيش التأمل وقراءة عميقة للكتب المقدسة، كتب الأنبياء، كتب العهد القديم، وتعمقت بشكل عميق لمدة من الزمن بيقولوا بين 3 سنين وال15 سنة. تعمقت بشكل عميق بكلمة الله يلي أعطانا إياها بخلاصة صغيرة اليوم مرقولوس برسالته لأهل غلاطيا. وعرفت مريم بتأملها العميق بهالكتاب المقدس إنه ربنا وعد إبراهيم إنه رح يرسل له المخلص، وهالوعد هيدا بالخلاص إذا وعد حقيقي، والله بس يقعد الله بحقق وعده لإلنا. والشريعة اللي انعطت من بعد هالوعد 400 سنة وأكثر، هالشريعة هيدي ما قدرت تبرر الإنسان، شريعة موسى، إنما قدرت تضبط الإنسان من إنه يعيش الخطية ويخرب مشروع الله بحياته، تضبطه من الخطايا وتضل محافظ عليها الشريعة للوقت اللي بيتجسد وعد الله الخلاص بهالنا. وفهمت مريم من كتاب إشعياء إنه من عذراء سيولد عبنوني، من عذراء سيولد عبنوني. وأكيد العذراء مريم وقت اللي فهمت هالكتب المقدسة اجتهد شهوة مقدسة جدا جدا قوية بقلبها، وكان عندها الرغبة الأبدية جدا إنه إذا بدنا يتجسد عمانوئيل ابن الله، الله معنا، ويتجسد المسيح يتجسد فيه، يتجسد بأعشابه. أكيد مريم عاشت هالرغبة الكبيرة سنين وكانت تنتظر اللحظة اللي فيها رح يبشرها ملاك الرب إنه المسيح عمانوئيل سيولد منك يا مريم، سيولد منك يا مريم، أنت العذراء يا
اللي اختار ربنا من بين كل الإسرائيل تكون ام الله، ام يا ام المسيح، امه الوحده للخلاص للبشريه كده. تخيل هيك، تتخيلوا معي اخواتي قديش مهم احنا نعيش هاللحظات اللي عشتها مريم، هالايام وهالسنين اللي عشتها مريم في قلب الهيكل، مكرسه زيتا لالله بيتجسد فيها المسيح، وهيك بيتجسد بقلبها وباحشائها من احشاء حبها العظيم تعطيه للعالم كله. ومريم اليوم هي مثال لنا كلنا، وكلنا مطلوب منا اليوم ندخل الى هيكل الله، الى قلب الله، نعيش التامل من الكتاب المقدس، نعيش الحب والغرام لكلمه الله، ونطلب منه بهالمسيره صوب عيد التجسد، يا رب تجسد فيي اكثر واكثر، يا رب خلي اعشائي تمتلي حبك العظيم، يا رب انا هيدي شهوتي المقدسه، رغبتي العظيمه انه تتجسد فيي اكثر واكثر، تبدوني انا جسد لهالعالم يلي هو صار بحاجه لإلك اليوم كل يوم واكثر 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 من كل يوم. قديش الشعور هيدا نطق هيك يملك علينا ويضل عايشين، ومش بس لعيد التجسد ب 25 يوم، بكل لحظه من لحظاتنا. واجت البشر الرائع لمن وهي، واحسن شيء واحلى صوره لمريم بالبشاره هي وعم تقرا الكتاب المقدس. احلى شيء اذا بتتاملوا للصور البشاره شوفوا هي وعم تقرا الكتاب المقدس بيجي الملك الملك. قديش رائع، قديش هي فرحتها رائعه مريم سيادة اللي عرفت هالبشاره الجديده، هالبشارة السارة. ما خلت كلمة إنجيل إيفانجيليوم، إنجيل باليوناني يعني البشارة السارة، من هالنص هيدا بيصير من نص بشارة العذراء مريم، بهالنص خلقت كلمة الإنجيل وتجسد الإنجيل ولد الإنجيل بعشيقها. قديش رائع كانت فرحتها العظيمة، باليوناني بيقولوا مريم قالت كينويدو، الكلمة بيقولها الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج حين بركة زواجهم، بتقول له جينويتو، بيقول لها جينويتو يعني نعم، نعم الفرح، نعم سأتحد بك وستتحدين بي إلى الأبد، نعم الحب. مريم قالت النعم بشكل رائع للملك جبرائيل بفرح عظيم بتواضع رائع. بهالنعم اخواتي مريم تبنت مشروع الله بوعي قد ما كانت واعيه بهاللحظات هيدي، اكيد بكل معرفتها اللي هي بتعرفها من الكتاب المقدس تبنت مشروعها. هيدي النعم، ان اتبنى مشروع الله كما هو واطيع مشيئه الله بكل لحظه من اللحظات هيدي، تبنت مشروع العلمانيين الله معنا، تبنت مشروع المسيح مخلص البشريه يلي بده يخلص البشريه يلي الشريعه ما قدرت تخلصها، هو المسيح رح يخلص البشريه. هيدي النعم تبني الانجيل، صار الانجيل قبل ما ينعطى وينكشف للعالم بشخص المسيح، صار الانجيل ابنا، صار منا وفينا، صار كل شيء بالنسبة لي. قديش رائع، بفكر شو كانت مريم هالنعم قوية لإلها، وأكيد هالنعم بس ما كانت تبني لإلها شخصيا لمصلحتها، إيه بكره أنا بصير أتألق إلى خلق، مش هيك كيف بتفكر؟ نعم تبنت العذراء مريم الخلاص لنفسها
ولكل إنسان عشان هيك النعم فيها تبني وفيها ثورة، ثورة عظيمة ضد الكبرياء ضد الفساد في العالم. عشان هيك قالت الصلاة العظيمة بعد زيارتها لإيزابيل تعظم نفس الرب، هي صلاة ثورة تبع مريم ضد الحقد ضد الغنى الفاحش ضد الكبرياء ضد الأنانية ضد الفساد في هالعالم. هالنعم هو تبني وثورة جديدة في العالم، ثورة حب، ثورة حيث الفقراء هم الملوك، حيث الأطهار هم الأمراء في هذا الكون، حيث القديسون هم الرؤساء في هذه الأرض. هيدي الثورة العظيمة اللي عملتها النعم تبع مريم الخضرا وانطلقت فيها مع ابن يسوع بفرح بطاقة وتواضع عظيم. نحن اليوم اخوتي بتحضيرنا بهالمسيرة، مسيرة نحو التجسد، مطلوب منا نعيش من صميم قلب التكرس الحقيقي لخوض مشروع تبني الرب لنا. نرجع نقول له من جديد نعم يا رب انا بتبنيك مشروع خلاص لإلي، مشروع قداسي لإلي وللعالم من خلالي. نعم اتبناك يا رب، وانت تصبح منا وفي واتحد فيك وتتحد بي يا رب. هيك ان شاء الله كل هالعالم يتبنى هالمشروع الحقيقي ويقول له نعم ليسوع المسيح ابن الله الحي. نعم انت وحدك اللي قادر تخلصنا وترجعنا السعيد الحقيقي والسلام الحقيقي والملكوت الحقيقي اللي ما بيخلص وما بينتهي. وايضا بصلي من كل قلبي اليوم وبعيد لبنان خاصة انه يتبنوا ويصير في ثورة حب ضد الفساد، حقيقة ضد الفساد مش كذب واحتيال على البشرية. يصير في ثورة حب يسوع بالكون. نعم ممنوع يكون في شيء ضد الإنسانية ضد الطبيعة ضد الحيوان، يكون دقيقين بكل لحظة من لحظات حياتنا. فالحب يملك على القلوب كلها، فالسياسات كلها تكون مبنية على ثورة حب المسيح، ثورة حب العذراء مريم ليسوع. كل سياساتنا يا رب نحن بحاجة لإلك اليوم بشفاعة ابنك مريم العذراء، نترجاك حقق أعجوبة تبني مشروع إنجيلك بقلوب كل هالمسؤولين بقلب كل إنسان تيكون مشروع خلاصك الوحيد هو نبع لخلاص الإنسانية، لاستقلالية أوطاننا، لاستقرار أوطاننا، لشفاء أوطاننا ومسؤولين أوطان. نعيش توبة صادقة يا رب فمشروعك حتى يكون الأول والأخير بكل فكر بكل قلب بكل جسد في الكون. نترجيك يا رب بشفاعة ابنة مريم عذراء سيدة البشارة. خلي جيلك يملك على كل الكون ويخلص الكون